يعني نقف إلى جنبها هي تقدمنا لأن هي الأكبر فينا. تحية لك أختم جهاد. شكرا معالي الوزير، وكل عام والمرأة الفلسطينية في داخل فلسطين وفي الخارج، المرأة العربية والمرأة العالمية المناضلة من أجل الحرية والاستقلال بألف خير. بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي. نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. نعم نعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. معا لإنهاء الاحتلال. لا للمشاريع التصفوية. لا للتطبيع مع الاحتلال. نعم لحق العودة وتقرير المصير. نعم لإنهاء الانقسام. معا لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة. تحيي المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات مع نساء العالم 8 آذار يوم المرأة العالمي، وهي تواصل نضالها الدؤوب من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقها الوطنية المشروعة في العودة إلى وطنها وتقرير المصير على أرضها وإقامة دولتها المستقلة كسيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دولة تسودها المساواة والعدالة الاجتماعية. يأتي يوم المرأة العالمي لهذا العام في الوقت الذي تتواصل فيه القرارات والإجراءات الأمريكية ضد حقوق شعبنا. إن هذه القرارات وما يرافقها من ممارسات عملية تمثل أكبر دليل على نية هذه الإدارة التي تماهت مع الدولة الصهيونية. سناء سناء التي تماهت مع الدولة الصهيونية على إسقاط الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الأممي 194 والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارته إليها. ويتزامن هذا مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من همجيته ضد شعبنا باستمرار ابتلاع وبناء المستوطنات بالدولة الفلسطينية وتصاعد عمليات تهويد القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وإحكام الحصار على قطاع غزة ومواصلة تكريس السياسات العنصرية ضد أبناء شعبنا. ونحن نحيي يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي نؤكد على أولا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد لشعبنا وتفعيل وتعزيز دور مؤسساتها ودوائرها. ثانيا تحقيق وحدتنا الوطنية وإنجاز المصالحة وفقا للاتفاقيات الوطنية الموقعة وآخرها عام 2017. ثالثا التأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية وتوفير كافة أشكال ومقومات الصمود المادية لأبناء شعبنا. رابعا وضع استراتيجية للمقاومة الشعبية تجمع عليها كافة القوى والفصائل وفقا للبرنامج المقر من المجلس الوطني الفلسطيني. خامساً
إدانة القرصنة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية ودعم قرار القيادة استمرار توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والمادية لأسر شهدائنا وأسرانا وجرحانا ومواجهة جميع الإجراءات الصهيونية. ندعو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للعمل الجاد والفوري لرفع الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه تجاه شعبنا وأرضنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 والمتعلق بوقف الاستيطان وعدم شرعيته وأيضا تنفيذ فوري تنفيذ فتوى لهاي بخصوص الجدار والاستيطان. سابعا توسيع دائرة المقاطعة على الاحتلال ومنتجاته وصولا للمقاطعة السياسية وعزله دولة. ثامنا مواصلة الجهود لانتزاع اعتراف دولي كامل بدولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. تاسعا العمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السلام كامل الصلاحيات وبرعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. عاشرا نتوجه لسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن بالتحية والتقدير ونطالبه بنشر اتفاقية سيداو بالجريدة الرسمية لتصبح مرجعا تشريعيا عمليا. الحادي عشر مواصلة العمل بتحديث القوانين والأنظمة في فلسطين بما ينهي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على الارتقاء بمكانة المرأة الفلسطينية الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقية السيداو موضع التطبيق على الصعيد الوطني ومواءمة القوانين على ضوء. ثاني عشر تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلق بتمثيل المرأة لا تقل عن 30% في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين. نتوجه بالتحية والتقدير لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات وخاصة نتوجه بالتحية والتقدير إلى المرأة البدوية الصامدة في موقع الخان الأحمر. كما نتوجه بالتحية والتقدير لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات ومع نواصل النضال الوطني والاجتماعي لتعزيز كفاحنا وصولا إلى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. التحية لصمود أسرانا وأسيراتنا وأطفالنا الأسرى للإفراج الفوري عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما نتوجه بالتحية للنساء العربيات ونساء العالم المناضل لشعوبهن المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونؤكد على رفضنا على كافة التدخلات الإمبريالية في شؤون الشعوب والدول ونستنكر ما يجري في فنزويلا الصديقة من تدخل خارجي. كما نتوجه بالتحية والشكر لكافة أحرار الألم الذين يواطنون تضامنهم مع شعبنا وحقوقه المشروعة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية لروح القائد الرمز أبو عمار نصير المرأة في عيدها. عاشت وحدتنا الوطنية. عاشت 8 آذار يوم المرأة العالمي. عاشت فلسطين حرة عربية.